متابعين معكم مشاهدينا مع اخر فقره لنا وفعلا ختامها مسك. بهيدي الفقره رح يكون معنا المهندس شرب الكرم اللي هو اصلا من اهل البيت تنحكي عن موضوع يعني هيك شوي مميز وملفت للنظر، هو تاثير ديكور بيتنا بالصيف على شعورنا بالشوب او البورده مثل ما بيقولوا باللبناني، وقد ايه بينعكس هالشيء على نفسيتنا. صباح الخير شربل. صباح الخير ريان. يعني تحيه لك ببيتك. فينا نقول شكرا لوجودك معنا اليوم. انا بدي اشكرك، مبسوط اليوم اني معك، عاده صرنا بطلع معكم بسبيسيال نوال مع حضرتك بالحلقات، فاليوم بالصيفيه طالعين وام فيري هابي ويز يو. نحن بكل السيزونز شربل بدنا نطلع، وفعلا الفقره معك دائما بتكون مميزه. الموضوع اليوم اللي اخترته واخترناه سوا هو تاثير ديكور بيتنا بالصيف على شعورنا بالشوب او البورده مثل ما بيقولوا باللبناني، واكيد وقت الواحد يكون مشوب شربل بيصير شايف كل الدنيا قدامه سوداء. يعني 100% اليوم كلنا عم نحس بديبرشن، كل المحيط طبعا مش بس بلبنان باي ذا واي، كل البلاد اللي هن على الساحل المتوسط، لانه عم بيجينا من بلاد برا عم نسميهم هن الموجات الحراريه. سو عم نلاقي نحن اليوم الطقس حتى بالصيفيه عم بيكون شوب اكثر من قبل، سو عم بنضلنا نحكيها على اللبناني تما نظبط الكلام، مثل ما بيقولوا انه مطربق على صدرنا ومشوبين وضيق خلقنا، كل هيدول نحن كم بهول، لو انه في عنا هالهيت ويف اللي عم بتصير بعالمنا وهالاحتباس الحراري والتغير المعالم بالبيئه، سو نحن فينا نعمل تريكس كمان ببيتنا تنقدر نريح حالنا مثل ما بتيب بالصيفيه. انا دائما بقارب الانتيريور ديزاين على الفاشن اندستري او بالتيبلي، لانه بيتبعوا بعضهم كان بالكولرز كان بالقصص الستايلز والترندز. بالصيفيه في الوان الصبايا ما فيكم تلبسون، ليه؟ لانه بتقولي بشوب، او بيقولوا لي مثلا انا يي لابس اسود كيف طيقه بالصيفيه، بينما بالعكس بس بالشتويه. فزيت الشيء مثل ما الالوان بتلعب تاثيرها على ثيابنا، كمان بتلعب تاثيرها على محيطنا وعلى عالمنا الصغير يلي بنقضي وقتنا كثير فيه هو ببيتنا. بس شربل هلا اكيد بنفهم وقت نقول انه الشوب بياثر على نفسيتنا يعني مثل ما قلت، بس اكيد اليوم المشاهدين اللي عم يحضرونا استغربوا العلاقه بين ديكور بيتنا والاشياء الموجوده ببيتنا بشعورنا الزايد بالشوب او بالبرود. بالانتيريور ديزاين او بالهندسه الديكور دائما نحن بنلعب على عوامل اللي هن مثلا الحاسه، شوفي عنا حاسه النظر وحاسه الشم وحاسه السمع. نحن دماغنا وقت اللي بحس بالشوب او منشوي بزياده انه بيكون في شوب، بس كمان بالتياب اذا بدنا نعطي كالكولرز فيهم كمان التياب نحن من الريفلكشن تبع الماتيريال او هالالوان يا بيزيدوا الحراره يا اما بخففوا يا اما بتمتص الحراره وبتخفف هالشيء. سو كمان عنا بهالشيء ببيتنا، الخشب بيساعد ليخفف الحراره، البراده بيساعد، وفي كثير قصص ببيوتنا رح نحكي عنهم بالتفصيل اكثر هلا خلال الفقره، كيف فينا نعمل تريكس وقصص معينه لنخفف حراره البيت، نقدر نخلي يقطع الهواء بسهوله اكثر، ما يكون في بلوكاج ببيتنا، يصير في عندنا كوروندير تنقدر نبورد قد ما فينا. حلو، حكيت اول شيء شربل عن البراده، خلينا نبلش بالبراده لانه بكل بيت اليوم في اكيد براده، ونحن بيوتنا بلبنان مشمسه اذا بدنا نقول بتضربها الشمس كثير، فكيف فينا نشتغل بالصيفيه اول شيء على موضوع البراده؟ اول شيء البراده لازم يكونوا خصوصا بالصيفيه الوان فيري لايت كولرز، يعني نستعمل بس الفوال وذاتس ات، ما في داعي اكثر، ليه؟ لانه نحن بحاجه لهالشمس وقت اللي بتفوت النور على البيت تبعنا تمتص البرديه الفوال، تمتص هالحراره وتعطينا بس الضوء، او تعطينا تكون عم بتخفف من الاضاءه. كمان اليوم للاشخاص اللي بدهم يشتروا براده جديد عن جديد او عم بيفرشوا بيتهم عن جديد، يقصدوا لما بدهم يشتروا براده يكونوا يو في بروتكشن، واللي بقصد فيها صار في كمان ماتيريالز من القماش هالبرديه وقت اللي بنركبها بتمتص الحراره، يعني بتخفف منها 60 او 70% من الهب بتمتصها هالبرديه، وبيجي لعنا ساعتها 30% من الحراره، وبنكون عم ناخذ الاضاءه واللون وكل هيدول. سو هيدي بتساعدنا بالبراده اذا بدنا نحكي كبراده. فينا نروح على اللايت كولرز، اكيد ما نروح على الوان غامقه لانه ما بنكون عملنا شيء. يعني اذا بدنا نحكي بديكور البيت بتفصيل ديكور البيت، شو الاشياء اللي معقول هيك نعملها يعني تغيير بفصل الصيف؟
نحن معودين بلبنان او حتى كل البلاد اللي هن على الساحل، يعني ايطالي، سبين، بلبنان، بسوريا، كل هول المناطق اللي على البحر معودين عنا بالكالتشر تبعنا انه في زينه بالبيت بنحطها بالشتاء، في زينه بنحطها بالربيع، في شيء بنحطه بالشتاء بالصيفيه، سو معودين عليها. اذا ما بقنا، اذا نحن جيلنا تخلينا عنهم، اهالينا بعدهم حافظين بهولي، حتى صمديات في قصص للصيفيه بتلاقيهم بالبيوت وصمديات بالشتاء. دايما بالصيفيه قد ما فينا نخفف ايتمز، ليه؟ لانه انا اول شيء ما عندي هواء عم بفوت كثير، ما عندي هواء مسيع، سو وانس يفوت هالهواء ليقدر يعمل باساج منيح ويقدر بورد، كل ما يكون في بلوكاج عم بخف من الهواء من سرعته، سو ما عم بيقدر يقطع بسهوله بالكوراندر. ثاني شيء بكون انا عم تعب نظري بالوان وايتمز وقصص، قد ايه فيي هدي نظري، هدي الحواس عندي، قد ايه انا برتاح، قد ايه برتاح ببيتي اكثر. ذا سيم البلانتس، نحن بالصيفيه كثير في عنا البلانت ناتوريل لازم نستعملهم، ليه؟ لانه انا بحاجه لاكسجين لالعب على الكوراندر، لالعب على هيدا المود، خصوصا من عشيه، قد ايه في عنا بلانتس جرينري ناتوريل بستفيد من الاكسجين تبعها، بتنقي لي الطقس، وزياده عنا مشكله كهرباء اليوم وطاقه اكيد، وزياده لنكون صريحين مش بس بلبنان، بالعالم كله صار عندهم مشكله طاقه. سو انا ايام ما فينا ندور اي سي، او ايام في ناس قدرتهم ما عم بيقدروا ياخذوا، يعني ياخذوا يشتركوا بموتور بطريقه انهم يدوروا اي سيتهم من وراء التكلفه العاليه. سو هالبلانتس الناتورال وقت بنكون حاطين دو تروا بلانت بنقول نحن انه ما بيساعد بشيء ولا، بس ديب انسايد اذا بنقارن ما قبل انه نحط بلانتات ببيتنا وما بعد انه يكونوا موجودين، بنحس انه البيت بورد اكثر، بنحس انه ما رح يصير اي سي بالنهايه، البلانتات ما رح يعطوك افل اي سي، بس بخففوا لك من الحراره كلها، سو نحن هيدا اللي بهمنا اكيد، بخففوا من الرطوبه ويفيل هيك انك بقلب الطبيعه كمان لو ببيتك ومرتاحه. مزبوط شربي. اذا بدنا نحكي اليوم عن القماش، ان كان القماش اللي نحن حاطينه بالصالون او باوضه القعده او حتى بالقعده الصيفيه، لانه في ناس عندها قعده صيفيه، شو رايك بموضوع القماش؟ اكيد القماش بيساعد. المخمل اكيد اكيد لا لا. هلا رح نقول شيء اللي قبل ما هيدا، اذا حدا بيته مفروش منجد، ليتس سي انا هيدي الصوفا البرجر مخمل ما في غيرها وما رح اقدر اتحملها بالشتاء بالصيفيه، ومعظمنا بحطوا مثل شراشف على الكفر، سو ببطلوا مرتبين وقبل ما يجي حدا يلا ركضوا وشيلوا الشراشف. اليوم صار في عنا كمان تكنيكس جديده يلي هن كفرز بينحطوا ان كان للبرجر ولا للصوفا، لانه معظم القصص اللي هن الفرنتشر بيسز عم بيكونوا ستاندرد سايزاتهم الا اذا كاستم ميد. هي بهيدي الحاله وقت اللي انا بيكون عندي كفر فيري هاي اند ماتيريال، وقت اللي عم نحطها على البرجر او على الصوفا ما عم تقدري تعرفي انه هيدا كفر عليها، سو عم بتبين انه منجده عن جديد، عم بيكونوا الوانها لايت كولرز كمان ليساعدوا. هلا القماشات نحن عنا القطن، اللان، وكل هدول الماتيريالز اللي موجودين وفي منهم صناعتهم بعدهم بلبنان، يعني بعد في معامل بيصنعوا هول القماش، ضروري نشتري من لوكال براندز كمان اذا نحن قادرين، يعني اذا نحن بدنا نشتري لان او قطن نشتريهم من معامل لبنانيه، بكون انا عم ساعد اولاد بلدي وبكون عم جيب ماتيريالز اوثنتيك وبيور لبنيز، سو هيك بدنا نساعد. قد ايه حلو اللي عم بتقوله شربي، اكيد لانه كديكوراتور معروف وبتشتغل بعده بلدان بالعالم غير لبنان، قد ايه حلو اليوم انك عم بتشجع أكيد. اهل بلدك يكونوا عم بيشتروا من الصناعه اللبنانيه. هيدي اتس سيركل، انا دائما بقولها، اذا انا بدوماني ما ساعدت اولاد بلدي وحضرتك بدومانك ما ساعدتك اولاد بلدك، ما رح نقدر ننهض بوطننا، لانه انا وطيب بليف انه دائما نحن جيلنا جيل الشباب هو اللي بده ينهض بلبنان جديد، ونحن اللي بدنا نغير يعني لافق لاولادنا ولاحفادنا وللجيل اللي بده يجي، سو اكيد بدي شجع ابن وطني مثل ما انا بلشت، يعني ام لبنيز وفخور اني لبناني وبلشت فروم سكراتش، وكان بدي يعني كنا كلنا بحاجه للمساعده، سو لازم نساعد اكيد، هيدي مش انه عم نعملها لنحكي انه احاديث تلفزيونات، هيدي شيء عن جد لازم نعمله لانه هيك بكون انا عم ساعد وطني. نعم شرب، السؤال هيك اكيد بهم المشاهدين اللي عم بيتابعونا اليوم، الاشخاص اللي حاطين سجاد ببيتهم بالصيف شو بتقلهم؟ نتخلى عنه سجاد وهم، لانه عن جد في اشخاص بيتركوا السجاد بالصيفيه. صحيح، في اشخاص كثير بيتركوها،
نحن اكيد بفضل انه تنشال لسبب، لانه اليوم ما عندي كهرباء انا بلبنان، ما في كهرباء، طب ما في عندي انجع عم بيقدروا يدوروا العالم المراوح، حنحكيها مثل ما هي. الاي سيات مش كلهم عم بيقدروا يضووا الاي سي، لانه عم بفضلوا في ناس انه بين اني ضو خلي البراد ماشي، لا بفضل انه بين ما طفي البراد ومشي الاي سي اترك برادي واقدر يعني يضل الاكل او القصص المهمه بالبيت يكونوا. سو ذاتس واي انا السجاده رح تعطيني حراره زياده، رح تعطي دفى للبيت وهب اكثر، بدي مضطر اتخلى عنها بالصيفيه، اكسبت اذا بيت جبل وعلى مناطق كثير عاليه وفي سقعه بيكون هيدا غير حديث، بيكون انه لانه عندهم سقعه بيصير بعد من بعد الظهر وبطلوع سو خلص ببوردوا، سام تايمز بيلبسوا جاكيتات ايام بجبال يعني، بس ببيروت لا نحن بحاجه نشيلها، لانه بالصيفيه وخصوصا معظم ابنيه بيروت هي ابنيه من الستين وما قبل يعني، او من السبعينات وبنرجع لورا 70 60 50ات، سو هول الابنيه بتلاقي البلاط تبعهم حتى كان معمول على الايد يعني مشغول بيصبوه صب، مش مثل اليوم معامل، سو هول البلاط اللي كانوا مركبين واليوم نحن بنشوفهم فيري اوثنتيك، وفي كثير ناس بحبوها في ناس ما بحبوهم. الاهميه فيهم انه كان اللي ينعمل الماتيريال منهم انه بالصيفيه بيمتصوا الحراره وبيعطوا برود، وبالشتويه بيعطوك دفى، بس نحن بالشتي ستيل بحاجه للسجاده، بس بالصيفيه نتخلى عنهم ننبسط بالاول شيء الشيء اللي عنا اياه، وثاني شيء بيعطونا برود، ولو انه بعز الشمس يعني بالظهر اذا بنحط ايدنا على البلاطه لو سخنه بس بنحس بعد دقيقه او دقيقتين عم نبورد. ليه؟ لانه بتكون امتصت الحراره يعني سحبت الحراره وعطتنا البرود. لكن شربل انت اليوم بتدعي كل المشاهدين اللي عم بتابعونا، اول شيء شيلوا اكيد السجاد من بيتهم، شيلوا السجاد تخلوا عنهم، وفينا هيك بقصص بسيطه شويه تغييرات بالديكور نكون عم نخلي بيتنا يكون منغير البيلوز كمان على الصوفات، نحن البيلوز او الكسانات نحن هول بنقدر نغيرهم سيزونال. ليه؟ لانه بقدر غير الكفر تبعه وخلص وذاتس ات، مثل ما بكريسماس بنحط قصص خاصه للنوال، كمان بالصيفيه فينا نحط الالوان اللي هي بتبورد اكثر بتساعد اكثر تعطي برود، اللي هن اللايت كولرز او الساندي كولرز اللي رح نحكيهم اكثر بالتفصيل ليعرفون، كل تدرجات الابيض يعني وايت بيج جراج لايت جراي او الرمادي الهادي الفاتح. خلينا على الجراي احلى كرمال، لانه بحس الابيض والبيج اكيد يعني الستات اليوم اللي عم بيحضرونا كمان نفس عندهم نفس الراي، ما بيحملوا دعك، ما بيحملوا خصوصا اذا في ولاد ما بيحملوا، اذا حدا اعزب بيقول اوكي ام فاين اعمل بدي اياه. كمان لاوض النوم فينا نروح للليلا، فينا نروح كمان لللايت بلو، هول اللونين او حتى فينا نكون عم نحطهم بالليفينج روم او بالصالون بكورنر، بيعطوا فرح وبيعطوا نوع يعني بيسحبوا البرو يعني بيسحبوا الهب، كمان اليلو والاورنج بيسحبوا هدول الهب وبيعطوا يعني بيعطونا برود، لو انه الوان ناريه هول بس ستيل داي ابسورب، حتى بيعطوا لايت اكيد. انا في مره كنت عم على اليوتيوب رح اقولها هيدي، كانوا حاطين الاقلام التلوين يلي هن بيجوا من شمع، حطوا كل باليت الالوان تدريجا من الغامق للفاتح وتركوها بالشمس، عملوا اكسبيرمنت عليها، اللي تبين انه كل الالوان الغامقه دابوا، داب القلم يلي هو من شمع بيبقى، سو داب الشمع على الورق على الكرتون يلي حاطينه، كل الالوان اللايت كولرز دابوا بس مش بذات النسبه، ذاتس واي ات ابسورب ذا هيت بتحفظهم. سو ذاتس واي نروح على هول الالوان، نبعد عن الالوان، بنحب الازرق نروح على الازرق الفاتح، ما نروح على الازرق الغامق مثل هون يعني البرجر الموجوده، بنحب الاخضر نروح على الاخضر الفاتح، ما نروح على الاخضر اللي بنسميه اوليف جرين او الاخضر الغامق، سو فينا نلعب بالالوان بهالشيء، الاسود اكيد لا والبني لا، بالساندي كولرز اذا بدنا نقول البني الغامق نتخلى عنه بالصيفيه ما نستعمله، نروح على البني الالوان الفاتحين يعني القصص القش وهيك كثير بيساعدوا، حتى التريات القش يعني نحن فينا عم نرجع نشوف بالبيوت كثير هول البوهيميان كثير عم ترجع تدرج، وحتى في كثير اليوم من البحوره اللي كثير مهمين بلبنان عم بيعتمدوا هيدا الكونسبت، من قبل 3 و4 سنين ما كنا نلاقيهم كثير بلبنان او كنا انه اوكي منا مرتب هيدا الستيل، اليوم لا رجعوا العالم يحبوا هيدا الستيل، رجعوا الخيزران والبامبو والقش هول الماتيريالز رجعت تدرج، والحلو فيها انه نحن ببلدنا
بكل المناطق موجود أبار ببيروت، لأنه ما في، لأنه بيروت هي العاصمة أو المنطقة اللي فيها كتير صناعة، ومش موجودين هول القصص الحرفية اللي بتنعمل. إذا بنطلع على السور بنلاقي على جبال، على البترون، بصيدا موجود. سو كل الخط الساحلي تبع لبنان موجود منه هول الصناعات، بنقدر نشتري منهم وسهل نقدر نركبها تصير يعني كتريا عنا بالبيت. إذا عندي أنا جلوب بالبيت في غيره، يعني فك الكفر اللي عليه الهات تبعوله وركب له هاد جديد من قش. فيني ساعتها كمان بالسجادة، بدل ما أنا ما بدي فك سجادتي، طب إذا بدي حط سجادة مثلا قول لأنه في ولاد وما بدي أنه for any reason أو for decoration reason، فينا نحط السجادة اللي هن معمولين من قش ومن حصير وهيك، عم بينعملوا ببرنتس وباترنز كتير حلوين، بيكونوا كتير وكتير مرتبين وترندي وترندي. وتاني شي بيلقوا دعك ليه، لانه اذا قلب عليهم المي او قلب عليهم الجوس او اكل ما بيأثر شي، بشيله بغسله ما بيصير لشي، بفوتة صغيرة بنظفها بينضفوا. عكس السجادة، السجادة البروسيجر لنظفها صعبة. يعني هلا اعطيناهم حل لمشكله السجاده 100%. شربل، وهيدول ممكن يكونوا عم يندرجوا ضمن ترند 2024 كمان بيندرجوا. باي ذا واي، السنه الترند وهيديك السنه كمان ما كان في عنا مين ترند، او ما في عندي ترند هي هيدي الساطعه واللي ماشي ابار اللون يلي هو السنه لون الصمون والبيتش وهول التدرجات وهو الترند اللي بنلاقيه حتى بالتياب عندكم متلاقي هول هيدا اللون. ذاتس واي نحن والالوان يعني اللي بتجلو على كل، بتعطي كل الالوان بنفس 100%. الوقت 100%. يعني كنت تتصور الاحمر مع الفوشا يركبوا سوا؟ لا ما كانوا. هلا اليوم بتلاقي كثير من الفاشن ديزاينرز عم بيرلبقوا هاللونين سوا لانه هيك الترند عم بتروح، او حتى بلو جرين كمان مع كمان مثلا كثير عم نشوف بيلبقوا هن، بس ما كانوا كثير فاميليير عنا بالكلتشر. سو هلا لانه صار بالفاشن عم تنلبس، سو صارت العين عم تتقبلها، بطل شيء جديد عليها، صار خلص صار فاميليار لها، صار فينا كمان نعتمدها بالبيت او نقترح هالفكره، بطل تشوك للناس انه تنحط ببيته. وقد ايه حلوين هودي الاشياء، يعني وقتها يزبطوا مع بعضهم شربل، قد ايه عن جد بيعطوا تغيير؟ اكيد بيعطوا تغيير، واكيد بيعطوا من الراحه النفسيه ومن الطاقه، وبالنهايه لانه نحن بنبلش نهارنا ببيتنا وبننهي نهارنا ببيتنا. صح. سو انا اذا ما بلشتوا بقصص بوزيتيف او ما ساعدت حالي يكون في قصص عوامل تساعدني لارتاح ببيتي، لبلش نهاري بشغلي منيح وانهي نهاري كمان برواق، كيف بدي يعني استمر؟ نعم. شربل، طب هالترندات اللي حكينا عنها اليوم هل عم نشوفها بلبنان؟ يعني الشعب اللبناني محمس اليوم على الترند الجديد؟ ليكي، رغم الالام ورغم الحرب اللي نحن فيها ورغم كل المصاعب، انا دائما بقول انه اللبناني بده يعيش وعنده الإصرار على الحياة رغم كل شيء. يعني بوقت أزمة يعني العز الإيكونوميك كرايزس بلبنان، شفنا أنه اللبنانية عندهم إصرار بالحياة. بوقت انفجار بيروت كمان كان عند كل اللبنانية إصرار أنه بدنا نتخطى هالمرحلة. كمان اليوم بدنا نتخطى هالمرحلة وبدهم يعيشوا وبدهم يغيروا يعني جوهم. منلاقي المطاعم فل، الكلابز، الريسونانس كلهم مفولين. سو العالم بدون الحياة. زيت الشيء نحن ببيوتنا، الترندز أكيد عم يتبعوا العالم، بس عم تفرق بين ناس وناس حسب قدرتهم. في ناس قادرين يعملوا يجيبوا دي ديكوراتور أو انتيريور ديزاينرز يعملوا لهم تاتش صغيرة ببيتهم للصيفية. في ناس منهم قادرين، نحن شغلتنا أنه نساعدهم بأفكار سهلة يقدروا، تيبس وتريكس صغيره مثل السجاد اللي من قش وخيزران وهول والبامبو وهول الماتيريالز ما بيكلفوا شيء. التريا كمان ما بتكلف شيء، اللامبادير اللي بتنحط حدنا ما بيكلفوا شيء. وقت اللي بنحط سوفر وهيك بطاوله السفره كمان من هول الماتيريال ما بيكونوا عم بكلفونا كثير. وقتها بنحط هودي اللي قلت عنهم الكفرز كمان ما بيكلف، يعني كمان انا بين انك تغير اكيد ما راح تغيري اذا صوفا عندك مخمل كله يعني. ولا راح تتغير مخمل، بس بين ما تكوني حاطه الكفر يلي هو من قماش، ومثل ما قلنا بالاول انه اجى ضيف ركضوا شيله ونحمليته عيب. بالعكس الكفر بيضل كل السيزون، لو اجى 10 ضيوف لو الاولاد تشيطنوا على الصوفة ما بتتغير، ما بتجعليك، ما بتدحمل، بتضل مبينه كانه بيس وحده هيك منجده وبتطلع كثير مرتبه. وانت بتكون غيرت يعني. صحيح. بس انه انت تغير يعني انت عم تغير شيء بنفسيتك. نحن ايام اذا بتنتبهي اذا بتغيري بديسبلاي الصوفات والكراسي بالبيت باوضه القعده
بتحسي انه تغير المود تبعك. وحتى شرب البلانتات اللي حكينا عنها انه هودي تريكس كتير هيك صغار أكيد. وما بيكلفوا انك ماشي. تحط خضار عندك بالبيت يعني، وهذا الشيء حلو أكيد. بيعطي هيك طاقة، بيعطي مثل ما قلت بيشيل رطوبة كل شيء. اذا حدا عنده برات شباكه، اذا في عنده مثل باكا بلانت اكستيرير، انا دايما بقول لهم اذا بدكم فيكم تعلوا البلانتات، يعني يكونوا البلانتات عاليين مخبيين شوي فيو للجيران، من مال بيكون عندكم برايفسي كبيرة، من مال هالجرينري عم يعني تسحب كل الهب، تستفيد هي من الهب وتعطينا نحن برود، يعني تعطينا تفوت لنا على البيت شوية، يعني تكون عم تسحب من الحرارة يعني وتعطينا برود، ومن مال تاني بنكون عم نستفيد من اللون. وكمان هيدي تريك تانية، إذا ما بدنا نحطها بقلب البيت للبلانت بس ما نروح أكيد على الارتفيسيال، فينا كمان ببيوتنا نحن كلنا حتى ببيروت في حد كل بيت منلاقي هيك مثل بورة أو جنينة صغيرة، فينا كمان نقطف من السيزنال فلاورز اللي بيكونوا طالعين الريحة تبعولتهم كتير بتطلع حلوة. إذا ما عنا هالشي فينا حط كورنر على البالكوني نزرع فيه حبق ونعنع وهولي مية عن جد، هولي إذا نحن منشيلهم ومنحطهم ببوز صغير عنا بالبيت قديه بيعطي هب ريحة حلوة بالبيت عنا. يعني نحن شرب الهوا ما بنعرف قيمتهم، بس تيتا الله يرحمها كانت المردكوش والحبقة عندها أهم منا، يعني 100% قد ما كانت تعتني فيها وقد ما كانت تعطيها وقت وتغنجها وتحكي معها، وردة الفل كنا ناكل قتلة إذا منقطفهم وكل يوم تهتم فيها. وفعلا بيتنا اللي كنا قاعدين فيه رغم كل الشوب وكان ببيروت من ورا بلانتات التيتا ما كنا نحس إنه ما كنا شوب نحس لأنه هول القصص نحن ما بنعرف قيمتهم، بينما جيل اهالينا وجدودنا يعني بيعرفوا قيمتهم. وهي عن جد انا وقت اللي بتكون ريحه البيت حلوه بناتشرال بلانتس مش السبراي اللي بيكونوا موجودين اليوم اللي بنرشهم ببيوتنا، سو عم تعطيني ريحه كثير حلوه، عم بقدر ارتاح، عم بقدر كون ببيتي كثير هيك مرتاح وحاسه الشام عم بتكون حلوه عندي. واصلا شرب الهود الاشياء اللي حكيت عنهم اليوم التريكس والنصايح، جدودنا كانوا بفصل الصيف يغيروا اشياء بالبيت صح. بس تا يكون في بورده يعني ينقلوا شوي بالديكور، هن كانوا يقولوا انه عم نغير ديكور عم ننقل للصيف الشتاء 100% عم ننقل للقعده الصيفيه، ولكن هن عن جد كانوا يعملون صحيح. نحن هلا قد ما الحياه سريعه في اشياء نحن ممكن توفر علينا كثير ما بننتبه لها او بنقول انه هيدي دقه قديمه، لا ما في شيء عنا يعتبر دقه قديمه. ليه؟ لانه الترندز عم تتجدد صح، مسيحات ما في شيء يعني ما في شيء. انا بتذكر مثلا الصوفات كانوا يبقوا بالتسعينات يا اما ابيض وبيج وهوت تدرجات صح، يا اما كانوا يبقوا مرسوم عليهم البرنتس تبع الفلاورز وهول البيزاج الناتور، منلاقي اليوم نحن بال 2024 رجعوا درجوا هول الالوان ورجعوا درجوا هول البرنتس. حتى مثلا شانيل اعتمد هيدي عم نسمي اسمه لانه هو يعتبر هيدا يعني ما فوق الدعايات، سو منه هول البراندز لكجوريوس كلاس هي منهم بحاجه لدعايات، سو ذاتس واي فينا نسميهم مثل براند شانيل اعتمد هيديك السنه برنت اللي هي البيزاج وصار يعملها يا ابيض واسود يا اما يعملها ابيض وبلو، سو صارت على الجزادين، صارت على الدريسز، صارت كبرنت هي معتمده له، سو كمان اخذ من الطبيعه كمان اشتغلها، سو كلنا عم مش غلط تجيبي من الاجيال اللي قبل بس تجددي فيهم، سو ما بيكون عم تنسخي او تسرقي فكره. يعني هذا اللي بياكد شربل انه ما في شيء قديم ما رح يرجع أبداً. يتجدد بطريقه معينه، سو ما نخاف من القديم. بعصر النهضه بيوروب من ال 1700 يعني بهالفتره بعصر النهضه نحن بنسميها نيو كلاسيك. ليه هي عصر النهضه؟ لانه اخذوا من الحقبه الرومانيه ومن حقبه الاغريق وجددوا فيهم وعملوا يعني عملوها عملوا ترندز جديد فصارت نيو ترند، سو بوقتها هيدي اخذوا من الاجيال اللي قبله او من الحضارات اللي قبلهم وجددوا فيها، واليوم نحن بنقول نيو كلاسيك وكل هيدي والريفولوشن وكل هيدي الامباير او كل هالتراث والحضاره اللي بقيت عنا هن من الاساس اخذوا من اللي قبلهم، سو نحن مش غلط ناخذ، الغلط هو انه نكون عم نعمل كوبي بيست، هيدا الغلط بس تو جيت انسباير من اللي قبلنا
نجدد بديزاينز هيدا ابدا، هيدا شيء بحق لنا شرعي للكل. شربل يعني نحن بمجرد ما سمعنا هالفقره اليوم معك فعلا بوردنا، وانا هلا رايحه على البيت في كثير اشياء رح تتغير اليوم بالبيت. بدك تشغلي الشباب اللي عندي أكيد كمان. اكيد اليوم رح نغير كثير اشياء بالبيت، وانا اكيد انه كل مشاهد اليوم عم بيحضرنا كمان رح يروح رح يبلش يطلع حوله بالبيت شو في اشياء لازم تتزبط، ورح يكون عم بيزبطها. اهم شيء نخفف اكسسوارات مثل ما بقول، خفف الاكسسوارات ليصير في كوروندر. البراد كل شيء افضل نوسع. البراد يكونوا بس يعني البارتي لفوال ترانسبرانت بس هيدي، لانه نحن معودين بلبنان بنحط طبقتين من البراد، نتخلى عن الطبقه الشتويه. الكفرز اذا قادرين نشتري كفرز نغير لهم للفرش، اذا لا سوفي نكون حاطين الكاشنز نغير لهم الكفرز لهم بالوان صيفيه بتحسي مور انرجيتيك. اذا قادرين ندفع بادجت صغير فينا نروح على القصص اللي هن قش وهول الماتيريالز يلي هن قش بامبو الخيزران، اللي بنقدر مثل ما قلت نغير الجلوب اللامبادير، نغير نعمل نحط هيك مثل كورنر للسجاده بالارض منهم، كمان كثير حلوين بيعطوا افيه حلو. والقماشات فينا نحط اللان، فينا نحط القطن يلي هن موجودين بعدنا لليوم منصنع فيهم بلبنان. شربل يعني انا وياك من خلال اليوم هالصبحيه الحلوه رح نكون عم نتمنى لكل المشاهدين صيفيه تكون حلوه مليانه فرح وسلام اهم شيء، وبورده بال يعني بالنصايح اليوم اللي اعطيتنا اياها. اكيد وبراحه بال الكل، انا طبعا دائما بقول، وان شاء الله تقطع هالصيفيه دائما على خير، وكمان لاولاد جنوب يعني ان شاء الله يا رب تنتهي هالازمه، ودائما مثل ما انا بقول بالنصر الدايم لهم، ويرجعوا على اراضيهم وبلادهم ومناطقهم. هذا الشيء كلنا بنتمنى، هيدا هيدا امنيتنا الوحيدة. انه بلبنان يعني نحن مزبوط شعب بحب الحياه، ونحن مع ثقافه السلام ضد الحرب، ولكن نحن يعني عم نجرب قد ما فينا نعيش وننهض. صحيح. بس نحن حاسين انه في بمناطق لبنانيه يعني في ناس عم تنضرب، عم تتعرض للخوف يوميا، عم تنقتل. هودي اهلنا بالنهايه، نحن اليوم رغم الحرب بعدنا لليوم بنطلع على سور ومنروح على بحر. يعني انا يمكن هيدي برات الموضوع، بنطلع على سور ليه؟ لانه هيدي منطقتنا سور. لو نحن من غير يعني خلقنا بغير مناطق، هول شعبنا سو يعني هذا جزء من اراضينا. سو كمان بنقول لهم يا رب يعني صيفيه الجاي ان شاء الله كلنا بنكون بجنوب ان شاء الله يا رب، ويعني براحه بالهم وبالنهضه عن جديد، وما بينخاف عليهم بيرجعوا بيبنوا منطقتهم عن جديد واحلى من ما كانت. صح. ويا رب هالصيفيه تقطع خير بأقل شو بيت وبراحة بالي. أهم شيء طول ما بالنا مرتاح، طول ما يعني كل شيء بيقطع. المهندس شرب الكرم دايما الفقرات والانترفيوز معك مميزين وبيقطع عن جد بطريقة هيك سلسة. نحن كمان بدنا نتمنى لك صيفية مباركة وتصيف بخير، وأكيد رح نكون بمقابلات جاية دايما معك، لأنه عن جد الفقرات معك هيك بتحسسنا براحة. ما بكون انا حاسس انه جاي عامل عم بعمل انترفيو ابدا، بحس حالي قاعد وهيك بالبيت وعم بتسير معك. انت دايما بالعكس انا كثير انبسطت معك مثل دايما ما بنبسط معك، وكثير برتاح معك، وثانك يو سو ماتش انك استضفتيني معك اليوم. شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا نحن مع هالفقره اللي بنتمنى تكونوا استفدتوا منها قد ما فيكم، رح ننهي حلقتنا لليوم من برنامج على الموعد اون تايم. انا بدعيكم تتابعوا دائما مريم تي في عبر السوشيال ميديا، فيسبوك بيج مريم تي في ويوتيوب شانل مريم تي في، تابعوا كل برامجنا. وانا مثل دائما بتمنى لكم دائما تقضوا اجمل الاوقات انتو وكل الاشخاص اللي بتحبوكم، وتضلوا بخير.